بص، هو الاهلي بتاع الوقت بدل الضايع، بتاع الوقت بدل الضايع. يعني انا قلت خلاص الماتش خلص في 5 دقائق، في وقت ضايع 7 دقائق سبت الماتش، وبعدين برجع ببص بيدي بشوف النتيجة لقيت 1-1. يا عم ده الماتش خلص، انت ممكن الماتش بعدها باسبوع تلاقي الاهلي كسب، وانت سايب الاهلي مغلوب تلاقي الاهلي كسب، تبص في النتيجة كده تلاقي كسب، ما تعرفش ازاي. هي ما بتحصلش غير مع النادي الاهلي، نادرا ما بتحصل مع الفرق التانية. ده في مرة الاهلي كان مغلوب 2-0 في الوقت بدل الضايع كسب 3-2. هي بتاعت النادي الاهلي مش بتاعت موسيماني بقى، هي بتحصل مع كل المدربين اللي بيمسكوا النادي الاهلي. في عزيمه، في قوه، في دافع، حماسيه ان النادي الاهلي يكسب. اللعيبه اللي عايزه تكسب، عايز تكسب عشان الجمهور، الجمهور بيدي حماسه للعيبه عشان تكسب. فالنهارده خلاص الماتش خلص زيه زي ماتشات كتير خالص الاهلي يعني كان خسران وكان متعادل فيها ومحتاج الفوز، والاهلي قدر انه يحقق النتيجه في الوقت بدل الضايع. بس يمكن الاهلي بيعيط على جماهيره، الماتش اللي فات تعادل مع طلائع الجيش 0-0، والنهارده خان الاهلي هيطلع ويسيب الفرصه للزمالك في التصدر كبيره جدا، لكن في اخر لحظات، لاخر لحظتين ده بعد اللحظات والاوقات ما خلصت، وبعدها باسبوع 11 دقيقه وقت ضايع الاهلي بيتعادل وبيحقق نقطه يعني ممكن تكون غاليه، لان كان هتبقى مفاجاه لسيراميكا كسب النهارده. ولكن الحمد لله يعني كل سنه وانتم طيبين.